الله الله، اظن يعني كلكم بتقولوا كده. الروقان والصوت الحلو والصوت النقي والفن. مريم، كفايه ان اقول لكم احنا معانا مريم عزيز، دايما هنبقى معاكم مع حضراتكم دايما بالاصوات الجميله، لان الاصوات الجميله دي لازم نركز عليها، لازم نوصلها لكل الناس، لازم ودننا تنضف زي زمان ونسمع الاغاني الحلوه ونسمع الكلام الحلو. مريم عزيز اهلا بيكي مره تانية، انت كنت بشرفانا قبل كده لكن هتشرفينا ان شاء الله بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله، وهنحاول نقدم لكم دايما زي ما بقول لحضراتكم الاصوات الحلوه. فاهلا بيكي طبعا. أهلاً بيكي. وايه الجمال والروعه دي. الله يخليك. تسلمي يا رب. تسلمي. صباح الخير طبعا عليكي يا مريم. وتعالي قبل ما نتكلم كده شويه بس نسمع حاجه كمان، ايه رايك؟ اوكي هنسمع ايه؟ ممكن حاجه الفيروز. اللي انت عايزاه، احنا النهارده يعني ملكك تماما، اتفضلي. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخد الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، ولا اول مره ما بنكون سوا. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع اوعوا تلوموني. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع اوعوا تلوموني. غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني، وهب الهوى وبكان الهوى، ولا أول مرة ما بنكون سوا. خسارة الصوت ده ما يغنيش بدون زعل يا مريم وقدام الناس. انت ليه كسلانة فنيا؟ فين شغلك؟ يعني المرة اللي فاتت كنت موجودة وكان في تحضير للأغنية، وأغنية كانت حلوة جدا، وكنا في انتظار الانطلاقة. فين؟ والله هو مش كسل، هو بس يمكن مستنية الفرصة اللي يعني مناسبة ليا. طب ايه المشكلة لغاية دلوقتي؟ خلينا نتكلم على أرض الواقع. دلوقتي كل وسائل التواصل فتحت الموضوع ان هي تقدم لنا وتوصل اصوات بشكل كبير جدا جدا من خلال القنوات. ممكن تعملي قناه على اليوتيوب، على الانستجرام، الحاجات دي كلها. فانت فين فنيا؟ هو يمكن انا فعلا يعني مش نشيطه قوي. شفتي يعني بقى؟ شفتي بقى؟ شفتي قفشتك ازاي؟ مش نشيطه فعلا قوي. بس ان شاء الله يعني الايام الجايه احاول ابقى تبقى الدنيا احسن من كده. هو وجود انت عندك ثلاث اولاد صح؟ عندي ثلاث بنات. ثلاث بنات. وجود ثلاثه في حياتك برضو مصعب الموضوع شويه، الخطوه متاخره، كل شويه تاجلي، طب لما يحصل كذا، طب لما يخلصوا امتحانات، طب صح؟ خلص ابتدائيه. هو ده جزء كبير. موضوع المسؤوليه ده جزء كبير، ويعني واخر الدنيا معايا شويه. بس اليومين دول ان شاء الله بحاول ان انا ارجع يعني اعمل حاجه كويسه، بس مستنيه الفرصه المناسبه. انت بتغني في الاوبرا اصلا يا مريم؟ انا كنت بغني في الاوبرا برضو، يعني توقفت. كنت مع المايسترو سليم سحاب، وكنت مع دكتور جمال سلامه الله يرحمه، وبعد كده توقفت بسبب المسؤوليه والجواز والاطفال. طيب خلينا نسمع حاجه وهنرجع للمسؤوليات وهنحلها مع بعض النهارده على الهوا، عشان نسمع صوتك بقى في كل مكان قريب ان شاء الله. غني لنا ايه؟ ممكن نغني حاجه لعبد الوهاب. يا سلام. قالوا لي هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، قالوا لي هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. انا بحبه وراعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده، انا
بوق ورعي وده إن كان في قربه ولا في بعده، وأفضل أمني الروح برضاها ألقى جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني، وأفضل أمني الروح برضاها ألقى جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني. هو اللي حالي كده وياه كان افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. اختيارات فوق الرائعة. لا احنا عايزين الأغنية نسمع حلوة. تاني يا مريم. لا لا مش عايزين توقفي غنى النهارده. حاجة كمان بقى، حاجة كمان. طماعين احنا. نغني 3 سلامات عشان يا سلام يا سلام طلبها يا منها سلام. بس تساعدوني بقى في اللي. لا معاكي حاضر عيني. 3 سلامات يا وحشني، 3 ايام 3 سلامات يا وحشني، 3 ايام بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعدك يا جميل طول، وده أول بعد بيطول، 3 أيام يا روح قلبي وأنا جنبي حسود وعزول. بعدك يا جميل طول، وده أول بعد بيطول، 3 أيام يا روح قلبي وأنا جنبي حسود وعزول. يقسوني عليك مأساة، ينسوني هواك منسى، يقسوني عليك مأساة، ينسوني هواك منسى. يا مال الدنيا فعنيا، يا مال الدنيا فعنيا، 3 سلامات وشوية، 3 سلامات و4 و5 و6 و7 سلامات للصوت الحلو. ومش عايزه تمتعيني والله العظيم خساره. طيب قولي لي بقى، انت البنانيت الحلوين عندك كام سنه تقريبا؟ يعني كان متوسطات قد ايه؟ 9 5 3. طيب في حد بقى بدا كده يدندن في البيت وتلاقي فيه موهبه، خصوصا احنا بنتكلم في قطبي البيت سواء الرجل او المراه، ما شاء الله في اصوات جميله في البيت. عندي فريده كبيره صوتها حلو حلو جدا يعني. بجد؟ صوتها حلو جدا. طب لازم نجيبها لنا برضو مره. ده وعد خلاص. عندها كام سنه؟ عندها 9 سنين. طب ويعني وديتيها بقى مكان تغني تتدرب ولا حاليا لسه؟ انا برضو مستنيه فتره الامتحانات وهبدا معاها بقى، اوديها الاوبرا لازم معاها لازم. لو فضلنا نستنى على طول مش هنعمل حاجه. دي فرصه يعني بقى، تدي لنفسك فرصه والفريده، ما انتوا هتروحوا مع بعض الاوبرا، فانت تبقي بتغني وهي كمان بتغني ان شاء الله. بس انت عملتي حفلات يا مريم قبل كده في الاوبرا مش كده؟ انا عملت حفلات في الاوبرا كتير بس كنت صغيره يعني لغايه 20 سنه كده، ومن زمان وقفت كام سنه كتير يعني.
اخر قوي حاجه يعني، ما تكبريش عملتها نفسك. اخر حاجه عملتها كانت مسابقه الاغنيه الوطنيه اللي كانت من حوالي اسبوعين في المسرح القومي تحت رعايه الدكتور خالد جلال، عظيم. طب يعني واخدت رجعتي اهو مركز. للمسرح مره تانية؟ يعني رجعت بالمسابقه دي، وبصراحه يعني لقيت فيها حفاوه جامده والناس مبسوطه. انا ممكن حتى اسمعكم يلا جزء بينا، من الاغنيه. يلا بينا. هي الاغنيه كلمات شاعر تامر السيد والحان كريم صالح حلو، وتوزيع احمد كريم. عظيم، اتفضلي. بحبك يا بلدي، ومين في الدنيا قدي عايش حبك بجد؟ صحيح حبك يحير، وانا بدعي ربي يفضل حامي ترابك لحد ما نعلي فيكي اكتر، ونشوف خيرك بيكتر ويمد في عمري مد. يا مصر يا كلمة غالية، عشقينك للممات، بروح وبنفس راضية نفديكي من سكات. انتي بكرة اللي جاي، وانتي العمر اللي فات. بحبك يا بلدي، بحبك من سكات. مصر الأمان، حارة زمان، وقلوب كمان فدا بعضها. أحمد وعيسى، مسجد كنيسة، فتنة خبيثة نصدها. لا فتنة أيدة ولا طائفية، ده الدين لربي وبلادي ليا. تسلم بلادي من الأعادي، يحميها دايما الله. يا مصر يا كلمة غالية، عاشقينك للممات، بروح وبنفس راضية نفديكي من سكات. انتي بكرة اللي جاي، وانتي العمر اللي فات. بحبك يا بلدي، بحبك من سكات. الله الله، حلو قوي قوي قوي، سواء كانت كلمات او الحان، وطبعا بتاكيد الصوت. دايما بنلاقي المغنيين، او دايما اي حد بالتاكيد بيبقى عنده اغنيه بيدندنها طول الوقت لوحده. اكيد انت عندك في اغنيه كده خاصه بتاعتك بتحبيها، حاجه كده من الزمن القديم، بس هي اكتر حاجه بتبقي وانت لوحدك كده، سواء بقى بتطبخي، بتعملي حاجه مع الاطفال، ولا تلاقيكي بتدندنيها، ايه هي؟ بصي، فيروزات طب خلاص يلا طول فيروزات. اليوم. انا يعني عشقي الاول هي فيروز. احنا غنينا واحده لفيروز، ممكن حد تاني برضو. ليه؟ انت غنيتي عشان واحده بتسالني لفيروز. طيب الحاجه ايه اللي تاني؟ بدندنها، ايه فانا تاني؟ ممكن ورده. ماشي، ماشي، حلو قوي تغني قوي. الورده. حكايتي مع الزمان. يا سلام، امتعينا. كان ده كان اسمه حبيبي، وكان ده كان يوم من نصيبي، وكان ضحيت بعمري معاه مشوار 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 اسمه الحياة. وانا اللي بينكم هنا، مش عارفة رايحة فين،
ولا فاكره جايه منين، جابني الطريق هنا انا وانا يا ما اتحملت انا، قسيت ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت منه ليكم هنا انا. العتب هيشفي جراح ولا هيجيب اللي راح، العتب هيشفي جراح ولا هيجيب اللي راح، دي حكايتي مع الزمان الزمان الزمان، حكايتي مع الزمان. رسم لي على السما جنة فيها الهنا، وقالها نعيش هنا، قلت حلوت سنيني وبنالي في الخيال قصور من الأمال، وقال ما فيش محال، نمت وغمضت عيني ومرت الأيام وصحيت من الأحلام، ملقتش غير آلام وعذابي مستنيني، وأنا أنا اللي بينكم هنا مش عارفة رايحة فين، ولا فاكرة جاية منين، جابني الطريق هنا أنا وأنا يا ما اتحملت أنا، دموع ما بتنتهيش وعذاب ما يتنسيش، لو فات مليون سنة أنا. العتب هيشفي جراح ولا هيجيب اللي راح، العتب هيشفي جراح ولا هيجيب اللي راح، دي حكايتي مع الزمان الزمان الزمان، حكايتي مع الزمان. رائعة يا مريم، رائعة رائعة. مجموعنا نزلت، انا اتصدمت والله، صوت صوت جميل فعلا يعني، خاصة انت بتغني كمان بدون موسيقى وآلات، بتغني وممكن تكون بتداري شوية على الصوت، صوت بيور يعني رائع الجمال بجد. لا انا بضم صوت في صوت اسماء، انت لازم يعني تحترفي الموضوع بقى قريب. والله احترف قريب. عارفة انت البتاع الشهير او الصوت او يلا يعني يلا بإذن الله قريب ان شاء الله اعمل حاجة كويسة. عايزين كده خطط قريبة نلاقي حاجة على أرض الواقع بتاعتك. ان شاء الله ان شاء الله قريب جدا. احنا مستمتعين جدا بوجودك معانا، فسمعينا ايه بقى، للاسف الوقت بيجري، فعايزين اخر حاجه بقى نسمعها منك كده، ان جايه تبقى ماجده الرومي، عايزه تغني جديد برضو لو ليكي في الجديد. اختاري حاجه نختم بيها. ممكن مش عارفه تختاروا مع فيروز مثلا تانية. فيروز ماشي. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، بتكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، بتكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا على القصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، وهديتني وردي في رجيتها لصحابي،
خبيت بكتاب زرعت على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها، تضاعت لهدي وهديتني وردي فرجيت لصحابي، خبيت بكتاب زرعت على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها، تضاعت لهدي وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش، ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، بتكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكرة بتشت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. مش عارفة أقول لك إزاي إن وقتنا خلص، لأن إحنا فعلاً كنا مستمتعين جداً جداً بوجودك معانا النهاردة، أمتعتينا وصوت جميل وصوت رائع ونقي، وفي ناس صوتها حلو بس ما عندهاش الإحساس، لكن أنت عندك الاتنين. الحمد لله. فشكراً جداً لوجودك معانا النهاردة مريم عزيز. شكراً يا آية.